الرحيم. أيها المشاهدين الكرام، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم. مسكين يا ناصر، قليل خبرة. شوف يا حبيبي، من منطلق خبرة رجل متزوج جدا أقول لك هذه النصيحة: إذا كنت في يوم من الأيام عندك سر وحريص على أنك تداري عليه وتخبيه وما تبغى أحد يعرف عنه، إياك ثم إياك أنك تقول لزوجتك. أبدا لا تطلع السر هذا إلا لما تحس أنه ما عاد له أي لازمة. أنا بالنسبة لي اطمن، ما راح يحصل أبدا. ليش يعني؟ بتظل طول حياتك عزوبي؟ طبعا. ها اي كلام جد؟ طبعا، مش عشان إني أنا أولا كتوم أو ما أقدر أكتم أسراري، لا، لأنه أنا بطبيعتي ما تزوجت، فلذلك ما عندي زوجة أفشيلها أسراري. طيب انت الحين ما تزوجت وما عندك زوجة تفشيلها اسرارك، لكنك اذا تزوجت اكيد انك بتصير تطلع كل اللي في قلبك وكل اللي في تفكيرك، لكن مصيرك كذا كذا حتتزوج. ابدا. تكلم جد؟ جد الجد. غريبة، ليش ما اخذ هالموقف؟ انا ما قلت لك يا خالد كم مرة قلت لك هالموقف هذا؟ قلت لك ترى مرات كثيرة كثيرة جدا. شوف خالد، انا ابغى اقول لك شغلة. أنا من فترة طويلة جدا بدأت أفكر في الزواج، بس المشكلة أني ما لقيت الوحدة اللي تفهمني، الوحدة اللي تصلح لي أن تكون زوجة. أنت ملاعين، ما لقيت أبدا. معقولة يعني في كل أقاربنا، في كل الناس اللي حوالينا، والدتي والدتك أي حد، ما لقيت أحد يخطبون لك أبدا؟ في حقيقة موضوع هذا خاص جدا، بس انت يعني تضطرني اني اقوله. اخو عزيز، كل اسرار عندك. خالد، انا لي بنت عم كثير جميلة،
كثير مثقفة، أخلاقها عالية 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 جدا. حبيت البنت أنا هذه، رحت الوالدة كلمتها قلت لها أنا بتزوج فلانة، استأنست. يا كان يوم يوم غير طبيعي. قالت الوالد إنه ترى فلان يبي. طلعنا رحنا البيت العم، فصارت الخطوبة إنه نبي فلان لفلان. بنين الحقيقة رفضت. ليش؟ يعني قالت إنك مش قالت لي أنا مباشرة، بس سمعت وعرفت إن هي زي ما تقول يعني تشمئز مني زي كذا، يعني زي اشمئزاز ما أدري. أنا الحقيقة أول ما قالت وصلتني المعلومة استقبلتها بكل طيبة حقها. رحت البيت يا أبو الشباب، وهات عياط عياط وبكاء للصبح الصبح. إيش رأيك بوفاء؟ وفاء والله لطيفة، وفاء لطيفة كثير، وأنا حقيقة يعني بقول لك شغلة كثير مرتاح لها. بنت لطيفة طيبة جميلة وبنت ناس. إيش رأيك إنك تتزوجها؟ شو أنا أتزوج وفاء؟ أنا أتزوج؟ إيش قاعد تقول أنت؟ إيش قاعد تقول أنت؟ من جدك أنت تتكلم؟ ما في لغة مشتركة بيني وبينها، في 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 فارق على المستوى الثقافي على المستوى الفكري. وبعدين مين وفاء هذه اللي أنت ذابحنا وفاء وفاء وفاء؟ مين؟ أبغى أفهم مين وفاء هذه؟ ما عندها إلا شهادة جامعية؟ يا سلام. ومين ناصر؟ ناصر اللي أنت ماخذ مقلب نفسك، أنت ساقط ثانوية عامة. اسمع، الشهادة مو كل شيء، الفكر رجاحة العقل هو كل شيء. اللي مجنني بقى واللي هيطير البرج اللي فاضي من نفوخي، ازاي خالد ده يتجوز كل ساعة شوية والمراتات اللي متجوزه ما بتنحرروش؟ يتجوز شامية ماشي، راح متجوز مصرية قلنا زي بعضه، راح بقى ايه متلتها ومتجوز خليجية، لا وزودها كمان وتجوز واحدة مصرية قالوا بتلعب كاراتيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه يا ابو عزمي؟ الله، انت مش بتشتغل عنده؟ طبعا بشتغل عنده. فيها ايه يعني لما اشتغل عنده؟ مش جايز يعني تتعدي منه وتقلده؟ لا يا ست، على ايه اقلده؟ انا خلاص انا اتعقد. تصدقي لانك عقدتيني من اكل الخضار نفسه. ده انا فاكر يعني استهتنه دي هتخش في دماغي ولا اكلها؟ لا لا حيلك. لكن الهم وانت شكل جن زيمبابوي. أربعة أربعة يا خالد، قطعية واحدة أربعة في بيت زي ده، أربع ضراير وعايشين بالبساطة دهيت؟ لا أكيد البيت دهوت حريقة. أيوة حريقة، ويا عين المطاف مش ملاحقة. مطافي واقفة قدام بيت خالد. نشنت يا فلحة، أول مرة أعرف إن عينك مدورة. فين الحريقة اللي هنا؟ فين الحريقة؟ فين؟ مفيش أي حريقة، حتى فتشني. إحنا جالنا بلاغ إن في حريقة هنا، والبلاغ ده من عندكم. طب مين اللي بلغ؟ أنا حضرة الضبط. وأنت بلغت ليه؟ ما هو خالد بيه قال إن في حريقة ولازم أجيب مطافي عشان تطفي الولعة. الكلام ده مظبوط يا أستاذ خالد؟ هو الحقيقة مظبوط ومش مظبوط. شكري مخه تخين شوية، فهمني غلط. أنا اللي كنت أقصده هيحصل حريقة معنوية مش حريقة مادية. يعني إيه؟ أفهمك، النهاردة كان اليوم المخصص لمراتي دلال، واجتمعنا كلنا حوالين الطبلية عشان نتغدى. ارمي البتاعة دي من إيدك يا سارة. ما رح أرمي يا دلال، أنا وافقت نفذ رغبات كل واحدة بيومها، بس هذا مو معناه أني اتنازل عن عاداتي. إحنا كمان بنتنازل عن عاداتنا في اليوم المخصص لكل واحدة فينا.
بس أنا ما بقدر أكل أكل أو أقعد بمكان إذا ما كان معقم. المكان نظيف وأكلي زي الفل يا سارة. وانت كمان بقى يا ست لولي بطلي الحركات بتاعتك دي وكلي وانت ساكتة لحسن، والله هديك على بوزك. انت مش قد يا دلال. أنا قدك وقدود يا لولي. يعني ايه قدي وقدود يا دلال؟ الله 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 الله، انت هتتهوري ولا ايه يا دلال؟ انت ناسي يا دلولي. بعدين اللي قبلنا قالوا من قدم السبت لقى الحد قدام، واذا كان يا اختي النهارده ليكي فبكره عليكي. طب لو كنت جدعه كده قومي وريني شطارتك. معلش حقك عليا يا كابتن. بقولك ايه، بقولك يا دلال طولوا بالكم يا جماعه. انت متخوفين يا لولي؟ طب اهو نهارك مش فايت يا دلال. ده انا اللي رشاني بالميه ارشه بالدم. طولي بالك يا لولي. بقولك ايه، يا لهوي ده في حريقه هتولع، انا عاوز مطافي. مطافي؟ ادي كل الحكايه، وده اللي كنت اقصده بالظبط، انما انا الحمد لله سيطرت على الموقف. افهم من كده ان اللي حصل ده مجرد سوء تفاهم؟ بالظبط هو كده، انما حضرتك منورنا في كل الكوارث ما شاء الله. حسدني. ايه اللي بتغنيه ده؟ ايه اغنية الزميل كده، يعني السيد درويش. سيد درويش؟ المفروض يعني انه سيد درويش، لانه بصراحة يعني بصراحة لا الصوت ولا الاداء ولا اي حاجة ليهم علاقة بسيد درويش. للأسف جهلة، جهلة موسيقية. ما عندكيش فكرة عن الأكتاف اللي أنا قلته ده؟ أكتاف؟ مش دول اللي هنا جو. أشرح لمين؟ يعني أشرح لمين؟ أضايق نفسك؟ مش هتفهمين. على كل حال كل عظماء الفنانين كانوا متضايقين في وسط أهلهم، لكن بعد ما اتشهروا شوف اللي حصل. على كل حال ولا هعبركم بعدين، بس بعدين حب أشرح لك. قوليلي أنت بالتأكيد عايزة تسألي أنا ليه داخل في سكة الغنى؟ لا 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 مش عايز اسال، لاني عارفه ومتاكده انك هتقول لي بعد كده بعدين هتعرفي. بالظبط عشان كده بقى مش عايز اسال، لاني عارفه. وعرفت منين؟ من نوف. ونوف ايه اللي عرفها؟ وانا ايش عرفني؟ اهي عرفت وخلاص. المجرمه اكيد حست باللي بفكر فيه. أنا فعلا ودي بنت الحلال اللي تفهمني وتصير شريكة حياتي، بس مش قادر. وهذه مأساتي يا دكتور، هذه مأساتي. ليش تعتبرها مأساة؟ ليش ما تعتبرها ظاهرة صحية؟ بعدين تعلم، ما كنت تقول انك لفيت كثير وشفت كثير وما في احد من اللي شفتهم قدر يقاوم جاذبيتك ونظراتك الخارقة؟ هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح. انا كذاب، انا فعلا كذاب. انا لازم اعترف، لازم اعترف، لازم اعترف. برافو. لازم تعترف، والاعتراف حيعمل لك غسيل لعقلك الباطن. تكلم، احكي يا ناصر يا ابني. احكي، وش اقول؟ قول اي شيء يخطر على بالك. آه.
اللي يخطر على بالي الحين ان كل اللي صادفتهم تصور اي واحده اشوفها واعجب فيها اقول خلاص هذه تبي تصير شريكة حياتي. اروح البيت اهلها واتقدم وترفضني. اللي تقول عني الود رفيع واللي تقول عني الود عيل والود محلتوش حقه واللي 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 انا فعلا ما عندي ميزه تخيل حتى وفاء وفاء اللي كان من الممكن انها تكون شريكه حياتي ما عبرت لي شيء مؤلم يا رجل شيء مؤلم شيء قاسي انك تكون هامشي طب ليش تعرف ان هذا كله جاذبيه أنا رجل لا أقاوم بس ما في واحد عبرتني هذا لأنك إلى الآن ما قابلت الإنسانة اللي تفهمك من الداخل لكن مسيرك إن شاء الله تقابلها مش ممكن ما أعتقد لا أنا فعلا ما عندي أي ميزة الكلام هذا زمان انت عارف انا زمان وش كنت وش صرت انا زمان كنت رجل مختلف كنت طويل كانت عيوني خضر وشعري اصفر ومسبسب لو كنت العب بالفلوس لعب بس هذا كله راح انتهى هذا كله طبعا فعل الوقت وعوامل التعرية والمشاريع مريض وكذاب كل شيء يتعوض كل شيء يتعوض يا ناصر خلي عندك ثقة بالنفس أمل في المستقبل طيب انت ليش ايه وانا لا طول بالك انت ليش ايه وانا لا طول بالك انا ظروفي غير ظروفك اسمع انا ودي اصير زيك أنا أدفع ما وراي ودوني وأصير زيك أنت عارف شغلة أنت عقدتي مريض وحقودي اسمع يا ناصر أنت مريض فعلا ومرضك هذا اسمه عدم الثقة بالنفس هذا ليش؟ لأنك تطالع في غيرك ما تطالع في نفسك أنت لو طلعت نفسك حترتاح اسمع كلامي أمسك طالع في المراية وقول أنا ناصر أنا جذاب أنا لا أقاوم ردد هذا الكلام في كل زمان ومكان صدقني حالتك حتتحسن أنا ناصر أنا جذاب أنا لا أقاوم يا نسيم يا نسيم أنا جذاب أنا لا أقاوم أنا وسيم أنا لا أقاوم ها
أنا الأسامة، أنا الجمال. تعرف يا خالد ان انت السبب؟ انا؟ طبعا. ايش دخلني انا؟ كيف ايش دخلك؟ انت عامل نفسك طبيب نفسي واوهمت الرجال وخليته يوصل هالمرحله. على كل حال يا راشد، لو انا سببت له مشكله واحده، لعلمك ناصر سبب كل المشاكل اللي في حياتي. وش فيها اذا مره واحده انا تعبته؟ بعدين لا تقلق، الموضوع مو كبير الى هالدرجه. انا طمني الدكتور، قال لي ان شاء الله ناصر بيطيب بسرعة، يعني كلها يومين ثلاثة، شهرين ثلاثة، سنتين، يعني مش مشكلة، بسرعة إن شاء الله كل شيء حيصير تمام. المهم خلونا في الشغل. عموما أنا حروح استوديو. لا معلش يا رشد، مفيش داعي لمروحك للاستوديو. ليش يا خال؟ أنا عندي شغل. ده قرار جديد صدر النهاردة. قرار بإيش؟ قرار بعدم مروحك للاستوديو، ومن النهارده تفرغ نفسك للمهام الإدارية كمدير عام لخالد فون حتى إشعار آخر. ومن اللي أصدر القرار؟ أنا. أنت؟ أيوه أنا. شوف يا راشد يا حبيبي. حبيبي يا راشد، أبغاك تركز معي وتاخذ الموضوع بدون حساسية. Without حساسية. شوف يا حبيب، الشركة بإذن الله اللي اسمها خالد فون من الآن فصاعد هتقدم مطرب جديد علشان نقدر نعوض الخسائر اللي حصلت. طيب خالد فون مش قاعد تخسر؟ في خلل في النظرية، أشرح لك إياه. في نقص في المكسب، يعني كان ممكن نكسب أكثر. فعشان كذا إحنا هنقدم أغاني جديدة، أغاني فيها إيقاع، يعني زي ما يقولون الجمهور عايز كده. طب يا خالد أنا قاعد أقدم فن راقي أصيل. ولا أصيل ولا طويل يا حبيبي، المسألة مختلفة تماما. إحنا لازم نقدم أغاني فيها إيقاع، ما نبغى أغاني حزينية اللي أنت قاعد تغنيها. نبغى زمن التناهيد راح يا حبيبي، عايزين أغاني كلها إيقاع كلها تنطيط، الجمهور عايز كده. وبعد ما نقدم لهم اللي هم عايزينه حنكسب ملايين. خالد أنت صح طبعا. راشد، خالد صح، عنده حق. الجمهور النهاردة عايز الأغاني اللي فيها تنطيط، فيها شخط، فيها نطر، فيها صخب. أمال أغاني هبطة؟ الأغاني اللي بيقولوا عنها إيقاعاتها سريعة. ددي واحد ددي أيوة ددي، ما هي ددي دي ناجحة. أمال عايزين أغنية القصيرة، المطرب من دول يطلع المسرح يقدموه وينزل على طول أحسن يضربوه بالنار. وهي ديتها أغنية عرسي من اللي قال عليهم تضرب تجيب ملايين، والمطرب اللي هيغنيها هيبقى فوق فوق مين فوق. ومين إن شاء الله المطرب اللي اخترته؟ معلش يا خالي، معلش راشد ابن أختك برضو، معلش أبو عزمي أنت صاحبنا. عارف يا راشد، مع أني كنت مخلي لك إياها مفاجأة، لكن معلش أبغى أقول لك إياها. وبلا فخر المطرب الجديد أنا. أنت يا خالد؟ أيوة أنت يا خالد. وش فيك قاعد تقولها كذا وأنت مندهش؟ لا يا خالد لا، بس أنت ما لك علاقة لا في الصوت ولا في الموسيقى. يا ساتر يا ساتر، ابتدت الغيرة الفنية، عدوي من يعمل عملي، ابتدى التنافس من الآن. يا راشد يا راشد، أنا عارف يعني تبغى تكملها، ما عندك صوت ولا لك علاقة في الموسيقى، المهم الأخلاق يا حبيبي، المهم الأخلاق. بعدين المغنى ما هو بس صوت، المغنى صوت وصورة. ركز افهم افهم يا حبيبي. أنا أقول لك ياها وبكل صدر رحب، إنه الساحة تتسع لأكثر من نجم، والغنى ما هو حكر على حد محدد، الغنى ممكن يتسع للملايين. عن إذنك خليك مجهور شوية وأنا أرد على التليفون. ألو، أيوة يا وفاء. إيه الأستاذ شامخ شمروخ؟ خليه يتفضل بسرعة. بقول لك إيه يا خالد، خلي شمروخ يقعد بعيد عشان ما عنديش صحة رجله. أنا جيت. اهلا 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 بالاستاذ العبقري، اهلا دبل شين شامخ شمروخ العبقري، تفضل على طاولة الاجتماعات. شكرا. الحقيقة في الواقع انا اول ما السكرتيرة كلمتني
وقالت لي انك عاوزني، قلت بس اكيد عاوز اغنيه جديده. انا عاوز اغنيه على نفس نمط الاغاني الاخيره اللي كتبتها. اكيد عاوزها اغنيه تفرقع، تضرب السوق، تحرق كل حاجه زي الاغاني اللي انت عملتها وباعت ملايين النسخ. اكيد. يا ترى عندك كلمات مناسبه ليها؟ اكيد. وهتكون جاهزه امتى؟ خلال ثواني. ما جاهزه الاغنيه، جاهزه كتبتها وحدها لك. اديك تقول ما خدتش والخد ما تدينيش. فضل الاغنيه هيك. ياه بالسرعه دي؟ لا بالقلم ده. انا احب اعمل جو من البهجه اصلي يعني. عبقري ودمك خفيف، ربنا يهدك. يا سلام. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بقول لك ساده تقول لي ايه، تقول دي زياده هتقول ايه، ما تجيب القهوه على سهوه وتسيبها لحد ما تستهوى. يا ابوي يا ابوي خليك سمور. يا سلام يا سلام. استاذ شامخ انت عبقري وانا كمان. هايل يا خالي هايل، بيرفكت، معقول؟ هايل. بص اقولها لك حكمة، لا يصح الا الصحيح، وانا كنت متوقع اللي حصل. خالي ارجوك لا داعي للمديح ودعني اعمل بصمت. بالسلامة انت. تخيلوا الشريط عامل ارقام مش ممكن تصدقوها، 5 مليون نسخة. مبروك يا خالد. الله يبارك فيك يا دلال. مبروك، مع اني مالي مصدقة اللي صار. طيب كيف صار؟
ليه؟ خالد صوته حلو وانا طول عمري اقول ان خالد ده هيبقى احسن مطرب في مصر. خالد؟ اي خالد، عندك اي اعتراض؟ بدليل ان خالد صار احسن مطرب في العالم. فعلا في حيثية قد كده فايتاك يا لولي، عارفاها نوف ودلال. انا هشرحها لك. انا من وانا قد كده، من وانا في اللفة كنت حاسس ان انا هكون فنان. يعني ايه؟ يعني ما كنتش حتى وا دي بقولها زي الاوباش دول، وا 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 نيفر، كنت اقولها وا، حتى دي بنغمها. يعني من صغري وانا بخطط لليوم ده. انت صدقت نفسك انك مطرب بجد؟ هاي جمال صوتك اللي على الأشرطة يرجع لفضل الأجهزة الإلكترونية اللي بتنقي الصوت وتخلي صوت الغراب بلبل. وش تقصدين يا عدوة نفسك؟ أنا صوتي صوت غراب؟ بصراحة يا خالد أنت كذبت على نفسك وصدقت كذبتك. المهم ان وانا الحين مطرب وشريط مكسر الدنيا. والاهم بقى من كده انك تتغدى كويس وتاكل كويس وتاكل كتير عشان تزقلط كده وتعرف تنتع كويس، مش كده يا نوف؟ فعلا فعلا يا دلال، بس الاكل الكتير رح يتخزن بجسمه ويتحول لدهون وهذا مو كويس على صحته. طبعا جسمه هيترهل مش هيعرف يتمرن. وفيها ايه بقى لما يتخن؟ ده حتى خالد لما بيتخن كده ويملى بيبقى زي القمر، مش كده يا نوف؟ مظبوط يا دلال، بدليل ان خالد صار مطرب فنان ومو محتاج للكاراتيه. الناس تبغي تسمع صوته ما تبغي تتفرج عليه في مباراة كاراتيه. قولي لي يا نوف، انت عامله اكل ايه النهارده؟ ما اليوم يومك. انا اليوم يا دلال مسويت لك كل الاكل اللي تحبينه. كبسه ومكبوس ومرقوق وسليق. طب يلا بقى يا خالد عشان تاكل بالهنا والشفا مطرح ما يسري يمري، دي الكبسه هتعجبك قوي. يلا ايش فيكم واقفين؟ ما تبغون تاكلون؟ باين عليهم نفسهم مسدودة. بالعكس نفسنا مفتوحة قوي. وانا كمان، ده انا حتى في حاجة هنا بالذات نفسي اكلها وازقزها بسناني. اتفضل لولي. لولي ارجوكي، انا فنان والفنان حساس، انا فنان ومش لازم تتعاملي معايا كده، انا فنان حتى اسالي نوف ودلال. اوف كورس. شفت ازاي قالتها لك؟ اوف كورس، انا فنان والتعامل مع الفنان يحتاج الى نوع من الرقه، فعشان موقفي قدام لو سمحتي. اتفضلوا اتفضلوا قدامي، اتفضلي. حاضر. الله، ادخل بقى. بتلوني ابو عزمي. ايه في ايه؟ اذا كنت ناوي تغني يا بشر. لا لا لا، خليك ولا هغني ولا حاجه. بقول لك يا راشد، خدمه صغيره كده، ما تديني عنوان عبد الحمولي. ايه هتروح له؟ خالد. في ايه؟ خالد جه اهو. كويس قوي انك جيت يا خالد. عارف لو كنت اتاخرت كمان 5 دقايق كنت ناوي اتصل بيك. خير؟ في ايه؟ خير ان شاء الله. انت يجي من وراك غير الخير؟ في ايه؟ طمنوني. برنامج الاضواء المنيره ماله؟ هنشارك فيه الاسبوع الجاي ان شاء الله، والحفله الحفلة إن شاء الله هتكون في حديقة الأندلس وهتذاع مباشرة من التلفزيون على الهواء. أيوة، لكن ما تلكلك ليش؟ الله، ده الأستاذ غمير عبد المجيد المسؤول عن البرنامج اتصل بينا شخصيا وقعد يتحايل علينا عشان نخليك توافق تشترك في الحفلة، وحط لك يا خالد شيك على بياض علشان تحط الرقم اللي أنت عاوزه. حط رقم كبير قوي واعمل لي توكيل عشان أصرفه. ها؟
ايوه بس الله الله بس ما 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 مالك متردد في الكلام كده؟ انا اللي متردد ولا انت اللي بقالك ساعه وانت بتقول الجمله؟ انا موافق، انما انما ايه بس يا خالد؟ دي فرصه كويسه. اوعى اوعى تضيع الفرصه دي من ايدك. ايوه عشان تثبت للكل ان انت نجم بحق وحقيقي. فعلا عشان تثبت للجميع للجميع ان انت نجم بحق وحقيقي. ده ناصر. ناصر؟ ناصر اهو، ناصر خرج من المستشفى. الله الله الله، كنت هبعت لك فاكهه النهارده. الله الله، انت ناصر صحيح؟ ايه يا اخوانا، مالكوا اتخضيتوا قوي قوي كده زي المال؟ ما اتخضيناش ولا حاجه، بس شكلك كده مش طبيعي. وبعدين ملامحك اتغيرت، ايه اللي حصل لك في المستشفى؟ لا ايه اللي حصل لك في المستشفى صحيح؟ ده ايه ماله؟ اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. مندهشين كده ليه؟ لا بالعكس، الحمد لله على السلامه يا ناصر. ناصر انت متى طلعت؟ النهارده. نعم؟ النهارده. يا رائل، يعني انت خلاص طب نهائيا؟ ناصر انت خفيت؟ وانا كنت مسخن لمؤاخذه؟ ابدا، مساله ان انا كان عندي حاله هستيريه مؤقته. نعم صحيح، الحمد لله تجاوزتها وانا الان زي ما انتم شايفين. ناصر يعني انت الدكتور وهو بكامل قواه العقليه كتب لك الخروج ولا انت اللي نحشت ونطيت من فوق السور؟ انا طلعت لسببين. السبب الاول زي ما قلت لكم انه انا صرت كويس، والسبب الثاني انه ما في سرير واحد فاضي، كل الاسره مليانه. قلت اطلع انا على الاقل واحد مريض يستغل سريري. يا للدرجه دي العيانين كتروا؟ ده موسي معايا بقى بشكل غير طبيعي، مش بس بالمستشفى اللي كنت فيه انا، في مستشفيات البلد كلها ازمه. ومن ايش كل هذا؟ هذا منك. مني انا؟ طبعا. ها استخلني؟ شلون مش دخلك؟ شلون مش دخلك؟ انت عارف شريطك هذا وش سوى للناس؟ الناس جرت لها حاله ذعر، حاله هلع بسبب شريطك. يا اللي سويته في الناس. نعم نعم نعم. ما اللي جاله؟ اللي جاله شلل نصفي حدي، واللي جاله حالات هستيريه. انت عارف معظم اللي سمعوا شريطك جالهم حاله اكتئاب عام. الحمد لله الحمد لله اني عشت وشفت اليوم اللي اثر فيه في كل الناس ويصيبهم هلع بسبب شريطي. فعلا هتأثر تأثير مميت. هو صحيح الشريط وزع منا 5 مليون؟ ولسه يا ناصر لسه هتشوف، ومطلوب كمان في حفلة أضواء المنيرة اللي جاي. الحفلة دي بالذات هي اللي قلقاني. طب وانت قلقان قوي كده ليه؟ دي فرصة أي مطرب في الدنيا يتمناها. المشكلة يا دلال إني هغني قدام الجمهور. طب وفيها ايه؟ فيها ايه ده ايه؟ احنا هنضحك على بعض يا دلال؟ ما احنا عارفين ان الاغنية اللي نجحت والشريط اللي نجح ده بسبب اللحن الحلو والكلمات الحلوة، والاهم كده الاجهزة اللي طلعت صوتي حلو، وعشان كده الشريط ضرب والاغنية نجحت. انما اغني كده على الهوا قدام الجمهور دي تبقى كارثة. عندك حق. عشان كده بفكر اعتذر عن الحفله. تعتذر؟ تعتذر ده ايه؟ ده لا يمكن ابدا. انت هتغني. ايوه هتغني. ازاي؟ اقول لك ازاي. شفت فيلم فتى احلامي؟ بتاع عبد الحليم حافظ. شفته؟ ماله؟ شفت عبد السلام النابلسي لما ادعى للناس ان هو مطرب وانه ما يقدرش يغني قدامهم وانه يغني بعيد لوحده في الجنينه؟ ايوه، لما عبد الحليم استخبى وقعد يغني والنابلسي حرك شفايفه والناس افتكرت انه النابلسي هو اللي بيغني. مال ده ومال مشكلتنا؟ مال ده ازاي؟ ما انت اسم الله عليك هتبقى النابلسي. نابلسي؟ نابلسي ده ايه يا زينات صدقي انت التانيه؟ قول لها اغني تقول لي نابلسي. عايزاني يعني اروح اقعد في الجنينه واسيب المسرح والجمهور والناس واجيب مطرب يستخبى هو يغني وانا احرك شفايفي؟ لا، ما هو انت برضو هتبقى على المسرح
والفرقه هتبقى وراك، هم يعملوا نفسهم بيعزفوا وانت تعمل نفسك بتغني. طب والصوت اللي هيسمعوه الجمهور صوت مين؟ صوتك باغنيتك المشهوره اللي كسرت الدنيا. ازاي؟ اقول لك ازاي. جهاز تسجيل متوصل بسماعات، هو يشتغل انت تشتغل. لبسين هايل، يعني حرك شفايفي يا سلام، فكرة هايلة هايلة يا دلول. طب مين اللي هيشغل التسجيل السري؟ هو في غيره؟ ناصر. شد حيلك يا خالد، الليلة ليلتك في الحفلة. أنا هقعد أتفرج عليك في التلفزيون أنا ونوف، واللي بقى مش عايز يتفرج هو حر. وأنا كمان رح أقعد أتفرج عليك، لأنه هو جوزي مثل ما هو جوزكم، وبيهمني أمره مثل ما بيهمكم. أنا كمان هتفرج، لأن أنا مراتك زيهم. ماشي، اقعدوا أنتوا كده زي الحلوين ها واتفرجوا. العندليب هيشتغل. يلا علشان لا نتأخر. ليه؟ الحفلة. أوه نسيت. ربنا معك يا رب. مع ألف ألف سلامة يا خالد. استنى استنى قبل ما تروح. استنى ودعني. خد الحبة مشان توسع أحبالك الصوتية. اوف 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 اوف. خد يا حبيبي كوباية اليانسون دي بقى هتنفعك قوي قوي. شكرا يا دلال. ليلى 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 ليلى. الله الله. لا داعي للتصفيق، ودعوني اعمل. انتظر يا خالد، وهذا العطر علشان ريحتك تتفهم. الله 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 الله. خد. ايه ده؟ الفلامينكو ده علشان لو اي حد ضايقك من الجمهور كده ولا كده. لا انا مش عايز الفلامينكو ده. اتفضل. فلامينكو؟ قصدي يعني ما فيش داعي، ان شاء الله ما فيش حاجه من دي هتحصل. طيب لو اي حاجه حصلت انت بس وانت بتغني تشاور لي حاجه، خليها لك ضلمه. ماشي. نصور حبيبي. كل شيء جاهز؟ كل شيء جاهز. اشكرك. العندليب هيشتغل. سلام.